لو اتزنق يعني وانت ما هو الناس دي كلها جايه عارفه المعوقات تقريبا يعني اعتقد كده. لكن لازم نقول المعوقات يعني يعني لازم نحط في دماغنا ايه اللي بيعوقنا وان ده المعوقات اللي نسمعها منها واحنا نقول لهم الحلول. تمام؟ دي النقطه. النقطه الثانيه او الثالثه، كل واحد بيشتغل في السلامه والصحه المهنيه لازم يحط في دماغه ان شغله ده قد يساعد اسره ان عائلها يتم عايش بدل ما يموت. طبعا الاعمار بيد الله، مفيش حاجه محدش بيتكلم، ولكن ممكن الاجراء اللي حضرتك او حضرتك بتعمليه يخلي اسره بدل ما تعيش بدون عائل هتعيش بعائل. تخلي واحد ممكن يعيش معاها مستديمه طول العمر ما يتعرضش لهذا الحادث، وهكذا. الموضوع موضوع كبير، واذا ما كانش كل واحد فينا يعظمه جواه مش هيشتغل حقيقه. لان انا متاكد ان كل واحد من المسؤولين عن السلامه والصحه المهنيه في اي منشاه هو عمل اضافي يمكن في اغلب الحتت. فاذا ما كانش هو عنده القناعه ويقنع نفسه ان بيشغل الموضوع ده لوجه الله وبدون مقابل، يبقى مش هيكتب كويس. دي النقطه الثالثه اللي بتكلم. النقطه الرابعه، ان المسؤولين عن السلامه والصحه المهنيه لازم يكون ليهم علاقه بمجموعه من الجهات في المحافظه على راسهم طبعا مديريه القوى العامله، ممكن تكون مديريه الصحه، ممكن تكون مديريه الطب البيطري، ممكن تكون مديريه البيئه. ودي اللي انا عايز اركز عليها بقى. السلامه والصحه المهنيه في مفهومنا كلنا حتى الان منحصره في اننا اجراءات الامن الصناعي، ولكن هي في حاجات كتير جدا، في حتت ما فيهاش صناعه، ما فيهاش امن صناعي. بس هل في ينفع منشاه ايا كان نوعها ان شاء الله تكون ثلاث اربع اوض ما يبقاش فيها تطفئه حريق؟ دي سلامه وصحه مهنيه. تمام؟ فيجب ان احنا اللي انا عاوز اوصل له من النقطه الاخيره دي، يجب ان ننظر الى الصحه المهنيه بمفهومها الشامل اللي يبدا من ان درجه سلم معموله في الحته دي بتزحلق وتوقع ولازم بتاع السلامه والصحه المهنيه يقول للمدير لازم تتصلح بدل معامل ولا عامله ولا موظف.